احنا كذا شريك في الدوري، 3 بونت وكره سداسه طبعا في الجول. ايه طبعا الفكره جت ان احنا في مشكله كبيره جدا في الكره المصريه، ان عدد اللعيبه مش كافي، مفيش فرق كفايه، ما عندناش غير 4 درجات بس. فكنا حاسين ان احنا محتاجين نساعد ان احنا ازاي نكبر قاعده اللعيبه اللي موجوده، لان مصر على قد ما هي بلد كبيره جدا في الكوره والناس بتموت في الكوره، عدد اللعيبه المسجله قليل جدا جدا جدا. فبالتالي وعارفين الناس حابه تلعب والناس نفسها تلعب ان هي تلعب في شكل تنافسي ودوري وكده، فجت من هنا فكره. طبعا قصه ان احنا بنصور، طبعا بنصور كل الماتشات، بتحاجه كلها بتنزل على في الجول، بتنزل على 3 بونت، ان احنا كل الماتشات بيحصل لها تحليل والفرق كلها بيجي لها الماتشات كلها متحلله تماما، نقدر من خلال ان احنا نقدر نلاقي المواهب اللي احنا ان شاء الله نساعد الكره المصريه بشكل عام باذن الله. وباذن الله هدفنا ان احنا ننتشر في كل يعني انحاء مصر، بحيث ان احنا نقدر نكتشف اكبر عدد من المواهب بشكل يكون علمي وبشكل يكون مدروس، مش ان هو بشكل كده يعني حظ يعني احنا بنطلع، لا احنا عايزين يبقى في شكل، في سيستم محطوط ان احنا نطلع لعيبه بشكل مستمر باذن الله. اتكلمنا عن ابرز الاسماء، في اسماء مثلا طلعت من البطوله لعيبه، سواء لعيبه او فرق. والله احنا عملنا يعني طبعا عشان احنا عندنا الداتا بتاعت الماتشات، فعندنا في لعيب اسمه مروان زايد، هو خد احسن لعيب في الدوري، في ديفيد في فرقه فوكسز احسن مدافعين في الدوري، ففي لعيبه كتير قوي بصراحه كويسين، يعني في لعيبه كويسين جدا، وفي لعيبه جالها عروض اوريدي من فرق في الممتاز وفي الدرجات الادنى. يعني شفنا النهارده سيمي فاينال كان فرقتين كبار، وبرده المباراه الثانيه كانت فرقتين كبار. اتكلمنا برده عن المباراه النهائيه، ازاي بتستعدوا ليها؟ ان شاء الله الماتش هيبقى في الملعب المركز الاولمبي في المعادي، وباذن الله عازمين كوكبه من النجوم وناس اللي ليها علاقه بالوسط الكروي يعني، وباذن الله هو هيبقى يعني احنا بنحاول الحاجات اللي احنا نفسنا نشوفها في الكره المصريه احنا بنحاول نعملها، بنحاول نطبقها. فان شاء الله هيبقى يعني ايفنت حلو جدا، هيبقى يوم حلو جدا، التنظيم على اعلى مستوى، وهيكون يعني اجواء لطيفه والناس هتتبسط تتفرج يعني. وانت شفت الماتشات قويه ازاي، ماتشات حلوه يعني، ناس كتير قوي بتيجي تتفرج فاكره المستوى، لا المستوى عالي، لعيبه جامده وتنافس قوي جدا، واهم حاجه طبعا هي الروح الرياضيه بين الناس يعني. نصيحه توجهها للفرقتين في المباراه النهائيه؟ نصيحه يعني الناس تيجي تنبسط وبس يعني، مفيش يعني الناس تيجي تنبسط ويستمتعوا يعني بان هم وصلوا الفاينل. الموسم طويل على فكره، برضو عشان الناس تبقى عارفه احنا يعني في 14 فرقه، فالموسم يعتبر طويل جدا، والفرق تعبت جدا، وفي مفاجات كتير حصلت في الدوري. فخلاص هو الفاينل والثالث والرابع، الناس تنبسط، هم خلاص وصلوا عملوا الانجاز وبس يعني.